الله وبركاته. وش اقول لكم؟ اخير حلقة في عجنها عجنة. القلب محروق والعين تدمع. نلقاكم ان شاء الله في الموسم القادم من عجنها عجنة. انتظرون. طبعا هو لازم في عنوان على الحلقة، بس يمكن اول ما بديتوا ما تتوقعون وش هذه الحلقة. المدلل خلاص، احنا غايتنا ارضاء المشاهدين. اليوم حلقتنا المدلل، ومن هو اللي بيطبخ لكم ان شاء الله خادمكم المتواضع، ومن هو اللي بقيمه نبدل المدلل. معدين وش جبتون لي؟ نب بصل، جيب قطاعة، سكين، قفشة، عيش، فلفلة، هذه كبيرة أخوك، هذه كبيرة، دجاج، عيش. نبدأ بسم الله. أول شغلة بنسويها ما بنفوح العيش. طبعاً فوحة العيش عيش أبيض، تفوحونه نفس أي بيت يفوحون الماء. يفوحون العيش، شي طبيعي يعني فوحة العيش يا تراولين. شباب يعني سامحونا شوي، قبل كم إذا واحد ضيف هني منو يسوي هالشغلات؟ واحد سوى ولا شيء. حبايب أنا اللي أشخل العيش. أتنقف شيء. جيب لي كوبا. أنا تشوف جربت مع أحمد شريف. روح محمد صاغطها. وجيب صفرية ثانية من هناك بقى. أنا اللي أغسل فوق الخضرة. جربت بس تغطى على الكاميرا. هو يجيب بدون الدارسين. على العودة. خلى شوي. كان نحطها. إن شاء الله لا تزفنين مصورها عصب. أوكي آسف. زين بنخلي الماء يسخن. حق وين يسخن الماء توقعون شباب؟ نسخن الماء كان نسخن نفوح العيش. أخوك إذا في ضيف تغسل السكاكين وهالسوال. فحين إحنا بناكل وإحنا اللي هذا. خذ قاعدة في المطبخ ده معلقة هنا عطوم غاسلين. حارة البصلة. بصل يجري الدموع. صدق بول ترى ما أمزح. طبعا التركي وش يسوي؟ لا تنقص ايدي لا شيء. انزين طبعا تقصيص البصل حق الشباب حق حشوه الدجاج. طبعا هذه في النهايه بتشوفونها بالضبط كيف قاعده تستوي. قصصنا البصل، الحين حارس الماء يبرز. كان نفوح العيش ونفتك من العيش حاليا. مو راضي يسخن، خلنا نطول عليه. بيسخن هنا؟ لا بس انه هو اسرع. انا هذا تعلمته من امي. العجل من الشيطان، نسوان صبورين. طالع شعورك احتمال يبدو. وش شعورك انت احب اخر حطنا؟ شعور اي مؤمن. يلا جيب العيش. اكده وانا هو اكده. واعتي بدنعك. تعال نسيت شغلة. ملح ودهن. بقصص الفلفل بس عندنا شغل واجد الحين. فتاة الدجاج عبد الله تعرف فت الدجاج ما دام واقف شي جدا. شغلات صعبة تفلت علي. هب هب يلا انت. هيا الله عبد الله اشتغل عدل. ها اشتغل عدل لا بطريتك. شوف هسه تشين مخرز انسان. اوكي طبعا ما اقدر عليه، احنا جايبينه بس يساعد يعني. ايش اقول لك؟ لان شوي طبخه طبعا شوفوا اللي مثلا يعرفها او طبخوها في البيوت بتشوفونه ما يقدر يسويها واحد. لازم اياكم ايدي عامله. وذا كان ايدي العامله عبد الله شلون التاثير؟ التاثير 100% انه الطبخه ما بتستوي لان احتمال ينأكل. ما ينأكل عبد الله. طبعا نبشركم ها اليوم اوبن، احنا ما سوينا المدلل الا يوم الاوبن. عبد الله بسألك. لا لا تسأل. ما دام صدق لا تسأل. إنزين ما دام أنت من المتابعين لعجنها عجان. ولا حلقة شو؟ شجاب. أقوى حلقة وإيش؟ طبعًا الحلقة قبل الأخيرة كانت مميزة. هلو صدق. جمعان هذا. جمعان. جمعان. نشكر جميع المشاركين في عجنها عجان من ضيوف من أصدقائنا وكلنا أحباب يعني وأحبائنا الضيوف الفنانين واللاعبين عندنا. ونشكر شكر موصول عميق إلى المشاركين في التعليقات. صراحة تفاعلكم كيف يقولون يعني ما خجلان من هالتفاعل.
في كل حلقة تجيك تعليقات على وين؟ المدلل وعلى المدلل احنا ما نقدر نكسر بخاطرك. احنا وين؟ لا دخلنا في الناس. انزين ما علي اسف. نتمنى من المتابعين الاعزاء هذه الحلقة الأخيرة. وطبعا ما بنشتغل احنا في الموسم الجاي الا اذا شفنا 4500 لايك. تبون نبيضها في الموسم الجاي؟ تبون ننزل لكم البرامج الجديدة في حساب مطاعمكم؟ طبعا لا تنسون حساب مطاعمكم في الانستغرام. رحم الله عليك نبى تفاعل. طبعا لا لا صدق ما تقولها ولا تخلي حتى السؤال. لا تقول لا تقول شيء. بس الموالي لا تقول حتى الموالي. وش مو خوش موضوع. اكلمك وش سر اسمه؟ اسمعك انا بس ما تبغى تجاوب. انزين انا اعرف وش السر. لا انزين بس اوكي. مو اوكي قول يعجبني انا. انا كنت اشخل امه محمد تحترم نفسه. جايبين يا اخي ساعدتكم. ينتف الدجاج وانا اقصص بعد مين شغله هذه يا كاسف. استغفر سامحونا مشاهدين على هذا على هذا الشيء اسمه. انزين ما على اسمك اسمك الصدقي وين؟ مشاهدين نكتبوا اسم الصدقي. لكن سبحان الله هل كيف اذا شخص اسمه ما نفهم. ما خلصت. تبى جودة تبى اتقان خليك اياي. كنا على على مهنة. تبي بوفة الاكل عندنا بوفة بوفة يلا لحظة ما تبيها بسرعة بخلص. لا 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 ما خلص لا 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 وش مبليها اخوك اكوها كذي تبيها. لا لا نتف عدل. لا كذي تبيها والله نتف. انت كذي تبيها نتف عدل اخوك. لا كذي تبيها بس. لا هذا وش اسمه التندوري. وش هذا؟ يطعم الاكل. وش طعمه؟ تندوري. شلون يعني؟ تندوري يعني طعمه التندوري هذا. وش هو؟ وهذا وش اللي خليته؟ فلفل. كان يسوي المكان الطعم شوي. وش سوي؟ طعم المكان فلفل اسود. ها؟ يطعم الطبخة سواء هذا. وش طعمه؟ فلفل. وش سويت؟ يلا هذا عبد الله بلا عيارة لا اشتغل عديك. وايش ها؟ الحين نحط قليل من الزيت زيتون ثم اي شيء ها؟ سريع 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 للفاضي. سلو موشن ها؟ سلو. محمد فاضل لعين لعين يبيها من الله. ايش هالطبخ؟ فنان اعطينا المقادير وقعد يفلتهم. ابو الشباب انا يعني ايوه طالع طالع. تخيل الطباخ. امس قلت له انت مقوله مقوله عن الطباخ قولها يا حبيب ان لا تربش. وايش الركاد؟ الركاد طباخ. وايش اهم شيء بالطباخ؟ الركاد بس. انا متخسوق. وايش بيصير؟ سلو موشن. خلاص المدلل على نهايته الحين. زين المدلل فيه روب ما ادري ايش فيه. أيه. ها جاي بعد. جاي احسن عبد الله. ما صح. طبعا هذه الحلقه المفروض تبقى للابد في الذاكره. واجد ما طبعا. حبايب ليش تبقى للابد؟ المدلل ودبحتونا ببالك وجبناه. عبد الله عبد الله جبناه رغم انه دخل واسطات انه لا انا ما باجي. ما صح حبا ديرتك. ما صح صدقني مو ما صح. بس كذي لا تحسسن. نطلب منكم طلب مشاهدينا. الطلب يقول عبد الله يطلب منكم بعد نفس الطلب. البلاي ليست مال الموسم الاول عجنها عجان نباكم تنشرونه في اكبر اوسع نطاق. مثلا الواتساب، انستغرام، التليجرام، السناب شات، حتى اس ام اس ما عندنا مشكله. انشروا. خلنا اتكلم.
جبن. إذا توهق قولي. واش نحط بعد في الخلطة؟ توهقت في واش؟ خلطة المدلل. المدلل؟ توهقت فيها كامل؟ لا الخلطة. مش من هنا خلنا نسويها. جيب لي ال. طاق قام يغش. صوروا صوروا السرعة راح يغش التابور. اشر علي انت والله قعدت انا ما كنت بقول انك فنان انما لعوس بعد اشر يقول علي مهنا جايب لي بلاص دبل مال عشاكم ما ادري انه مال صبونه هذا اخوي دبل مال عشاكم جبتها هني اي له هو كذي السيستم هنا ومن حلقه علي مهنا ولا الحين احنا نطلع رجع الفلاجه له طبعا الحين بنعيد شرح المدلل بشكل سريع فوحة عيش نص فوحة طبعا الحين بنعيد شرح المدلل بشكل سريع فوحة عيش نص فوحة اوكي حمصة الدجاج تحمص بصل وفلفل ودجاج وياهم قليل من الفطر تندوري فلفل اسود ملح وبهارات اوكي بعدين وش تسوي لا برز الدجاج وبرز العيش تسوي خلطة المدلل جيمر كريمة حامضة هذا الطاها وجبن قلاصة وتخلي اياها جبن مبشور تسوي جبن مبشور تسوي نص حق الخلطة ونص حق فوق الطبقة لفوق تمام عبد الله بعد تعرف لي انت اكبر مني سنين استحنى اقول لك زين الطباخ مو شيء بعدين انا بقيم لا انا بقيم نصه ونشره عدل ما حطيت زبده في البايركس عرفت وش القصه المفروض احط في القاعه زبده والزبده مجهزينها تمام نسيت عبد الله يطحن فوق راسه وانا ما انسى يخلي حالي مو انه قالك حطرعه ها عبد الله لحد ما اخذ ما حارس لي احط الزبده يخليها علي الكلب زين الحين وش بنسوي احنا بنحط الزبده بس العيش مخلوط يا الدجاج اوكي طاب مو ان انت تعرف تطبخ عجل شوف مثلا في هذه اللقطات يصيدك موقف في الطباخ انت مو خبره تضيع ما تعرف الحين كان لو واحده ثانيه بنيه ما تعرف تطبخ جديده على المطبخ كانت وقفت الحين واتصلوا لعبد الله كم خلي لا توخر تصدقين باجي كاميرتكم باجي فين باجي كاميرتكم لا كيفك هلا ترى منا شيء مشرف يعني ابغى اسوي لكم المدلل الحين تسوي لي وش عم تسوون لهم قبل في المدلل اذا ما جبته المدلل هو سؤالي الى المشاهدين هذا البرنامج الحين اللي انتم قاعدين تطالعونه تحسون انه هذا البرنامج الجميل اللي يستاهل نطالعه طبعا انا انتظر اجاباتكم في التعليقات
لكن انا وش غايتي من هذا الشيء؟ وش هل هذا الشيء يرسم البسمة على شفاهكم تستانسون؟ لا اصل ما امزح، يعني ساعات واحد يطالع حساب لانه مشهور، او ساعات واحد يطالع كنت مشهور تحسب روحه. سبحان الله محمد سيدنا النبي من يشوف يقول هذا هو. طبعا هذا تصير احلى، انت تخلط المدلل قليل من المدلل ويا الدجاج والعيش. طيب صح، انتو شفتوهم برنامج نفس فكرة هذا البرنامج، واحد يطبخ مسار دبا طاح كيف شكلها صار؟ صدقني عيش ايران ابو الزبده صاد. لا لا واجد حم زمان نصنا زل هني تحت، كان خليت شوي كذي وانت بعدين ترد تخلي هذا بلاها مترجم بس فهمتها. مو متغدي ابو الشباب واجد هذا واجد على ديرك واجد نقابل اليوم. لا بنحط هذاك كامل بنحط عنقك عبو المؤي ها كله يسمونه اجتهادات من المدلل. تتوقعون طبخة المدلل من وين جت؟ عبد الله عندك فكرة عن هذا الشيء؟ عندي فكرة بس انت تفضل. طبخة المدلل هذا في مرأة اسمها عاتكة بحرانية، طبعا هذه وش قصتها؟ كانت يعني عيش ودجاج وفي الطبخات موجودة، إذا تتذوق الجبن تشوف تشيز همبرجر، تشيز فيليه، تشيز جبدة، تشيز سجق، تشيز. ليش ما نسوي تشيز عيش؟ هي بدت الفكره من كذي، تشيز عيش. قالت خلينا نسوي طبخه المدلل. خلطه هذه ترى الكريمه الحمضر هذه تشبه خلطه وين؟ بشاميل. تتخيل ياي عيش فوق بشاميل. عادي انا اتوقع انه يصير. المره الموسم الجاي نسوي لكم بشاميل العيش. ختاما. ختاما وختاما. تقييم اهم شيء. تقييم ومقيم. انا وش شغلتي هنا؟ ادخلها الفرن؟ لا. خلاص استوت. استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال شلناها بوا. وين الاغراض؟ هنا. اكو قميص. جيب كبوسه. لا هذا هو كذي مال طباب. طبعا عبد الله وش رايك توقع؟ طع وجهك. احبال يعني وش حلاوتها؟ كلمات. مو اللبن باعدي. هادو وش؟ هات سميهم دلال بعده؟ الحين نجي للتقييم قبل لا نختم اخير حلقه. بتوحشونا يا متابعينا. لا 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 وامشي بالحر. لا 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 حصل الصمونه يا هبسه. تقييمك عبد الله. ليش مبلي طباخ زياده؟ لمساته في الطبخ هي اللي نجحت تلعب. كم من زين؟ بلا مساعته أو بدون؟ بلا مساعته. استاهل ثمانية. فكرت إن عبد الله بيعطيني إياها 5.5/6. ختاماً نشكر المتابعين، نشكر جميع الضيوف اللي حضروا، وختاماً بعبد الله نشكر المتفاعلين في القناة. صدق 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 ابدعتون. وهذه الحلقه والموسم الجاي والحلقات اللي طافت ما نجحت وما بنسوي الموسم الجاي الا لان انتون متفاعلين ايانا. صدق صدق ابدعتون واشكركم. نذكركم نب اللايكات تضرب الحلقه ما تغيب عن الذاكره. عبد الله والمدلل بعد زين من كذي كم لايك تبوا يعني؟ 4826 لايك. انت انصدمت من عدد اللايكات. البلايليست المال عجنها عجان مال الموسم الاول بينتشر في كل مكان. هذا واحده. اللايكات هذا اثنين. كم الرقم؟ اتحداك تقول 4226 826 لايك.
السبسكرايب والشير الى الحلقه، بنتابع ردودكم كامل. اقوى رد الى هذه الحلقه بنثبته في التعليقات. الشغله الاخيره، اقتراحاتكم الى برنامج ثاني، اقتراحاتكم الى شخصيات للموسم الثاني، اقتراحاتكم الى افكار للموسم الثاني، ننتظرها في التعليقات. والسلام عليكم مع الحزن الشديد ورحمه الله وبركاته. مصور هلكتنا، كل ما اندمج وانا اتكلم تتاكل وانا احاتي خلص. غايتنا رضاء المشاهدين، ارضاء المشاهد. انزين بلا بشكلك دبت من وانا دبتك انت كانوا يتحطم على الندى. اطني خمامه هنا، اكل خمامه هنا يسخن. قلت يبرد انا يبرز يبرز قلت انا. وايش فيك انت؟ اتنصحن اتنصحن. وش بسوي فيها؟ كلها في قوه. يبا يغسلها. يبا ياكل بالطبخه. انزين انزين الحين بقصص الفلفل. الله يغربك. الحين انا بقصص هني عدل دخلته له. ما احتاج دخلتي. انزين الحين انا بقصص الفلفل بس وش بصيدنا؟ تعجبني ابو يوم سوف الماء اذا طلوا عيرا تلاشنا بها المصور المخرج مع المصور مع الشغلاته. لا خليه يقول بقول لا ايه خلها يلا اوكي فهمت اللقطه. اوكي قول عبد الله وش اسم سروك. اسم سرك اليوم ما في ضيف وهذا مستن مني سوروها الحين انه كلوزي. انت ما تبغى ترافقني يعني غصب. ها حارة. يلا. وش رأيك بعد ناصر وناصر في البرنامج؟ دقيقة. بس خلاص سويتها. ما يصير. انزين لا ما يصير انزين. من أهم طلباتي. على أيامنا كان في شيء اسمه ماسنجر كله جروبات. أنت لحقت عليها؟ إيه حاشية. وش في ديرة؟ وش كانك من نكنيمك وش كان اسمه؟ وش الصور؟ أوبش نصور. جيب أكل قفشة هذه. لا لا. لا جيب قف. لا بيدك. شغلة. هنضف من وجهك. ما عليه. بس ما عليه. طبعا مخادر كلاس صحية اللي قاعد تسويها ناصر. لو هالإيد لو دراب. هلا غاصلينها تضرب وايش؟ الديتو. هذا اللي الوصاحة. لا غاصلينها بصابون الديتول. الدبا. محمد جعفر لا عاد شبتك. قولي لا عاد شبتك احسن. لا لا شو طلعت فينا. صدقني الامهات يسوون كذي حلف. ايه ما قاعدين نشوفهم. مو في الكاميرا يسوون كذي. عاد جيب توقع فانا راح اطلع. انا خليت ايدي في ايدي. في خلي ايده في ايده. خليتها. حتى في الاخير